ثم حياكم الله طلاب وطلبات الصف الثالث الثانوي. موعدنا مع ميجا جو 3.2، الوحدة الثانية أو السادسة، تعتبر الوحدة السادسة في ترتيب الكتاب. وهنكمل درس الجرامر عشان نقفل الجرامر حق الوحدة كامل إن شاء الله. كنا وصلنا لحد صفحة 84، بيج 84، وخدنا نص الصفحة. هنكمل نصها ونكمل الفور مينينج اند فانكشن كلها مع بعض إن شاء الله. طيب نقول بسم الله. هنا عندي قاعدة اسمها الباسيف فورم اوف انفينيتيفز اند جيرند. يعني ايه باسيف يا شباب؟ باسيف معناها المبني للمجهول. كلمة باسيف يعني مبني للمجهول، يعني الفاعل ما هو موجود في الجملة، ما هو واضح، ما هو صريح. طيب يعني ايه انفينيتيف؟ قلنا انفينيتيف يعني المصدر، وجيرند يعني الفعل اخره اي ان جي، ده اللي شرحناها في اخر فيديو. كيف نعمل مبني للمجهول منها؟ يعني مثلا ما اقول لك ايش؟ مثلا كل واحد لازم ان هو يحب ويحترم من الناس. كيف اقولها؟ هقول everybody هذا مفرد، صح everybody wants، طبعا اقول wants بالاس، wants، شفت wants ده ايوه هيجي بعده to. حلو، طب اعمل ايه؟ to فراغ by people. طب يا أستاذ فين الاختيارات؟ أقول لك أنا يا سيدي، يا ترى الاختيار to respect، respect يعني يحترم، ولا be respected؟ ها الإجابة هتكون إيش؟ أول ما تشوف needs to يبقى دور على be والتصريف الثالث للفعل، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. needs to be respected يعني يحب أن يحترم، يبقى to be والتصريف الثالث للفعل. سهلة؟ طب اديك مثال تاني عليها. ماي روم، واحد يقول لي كيف اعرف انها مبني للمجهول؟ تشوف الفاعل اللي في اول الجمله هل ينفع يكون فاعل؟ يعني الغرفه دي ممكن تكون فاعل؟ طبعا لا، نادر قوي. الغرفه تندهن، يا ده غرفتي مره يا اخي خايسه، الجدران تبغى تندهن. ماي روم needs يعني تحتاج تو، احط بي على طول، بي paint ولا painting ولا paints ولا painted؟ طبعا الإجابة painted. needs to be painted. my room needs to be painted. واضحة كده يا شباب؟ طيب هذا بالنسبة للإنفينيتيف، to be والتصريف الثالث، خلصت. طب إيه رأيك بقى في الـ ing؟ كيف أعمل ing يا أستاذ؟ قال لك تبدأ الجملة بكلمة being. being أيوه، being أيوه، زائد verb 3 وشكرا. يعني أقول لك إيش؟ أقول مثلا being asked to settle can be awkward، أو أقول لك مثلا إيش؟ being watched by people، being watched إنك تراقب بواسطة الناس، being watched by people is كرام يعني شيء مرة 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 كرامي، شيء مرة مزعج. طب أستاذ فين هنا التصريف الثالث؟ واتشد يا أخوي. طب إيش سوينا؟ بدأنا بكلمة باينج، طب ترجمها كده، ها كونك مراقب من الناس، كونك أنت مراقب من الناس، حط باينج بعدها تصريف ثالث. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية needs to أو wants to، بعدها be والتصريف الثالث. وصلى الله وبارك. نكمل صفحة 84. كاتب لك تحت خالص auxiliary verbs after but and. ايش هذا يا استاذ؟ ركز معايا، جملة سهلة خالص 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 خالص. شوف يا سيدي، عندك هنا كلمة but اللي هي لكن، طبعا عادة اللي قبلها بيكون ضد اللي بعدها. حلو قال لك لو اللي قبلها مثلا منفي isn't، ها ركز isn't، يبقى اللي بعدها مثبت is. الله ده سهلة. طب لو اللي قبلها مثلا does، يبقى اللي بعدها منفي doesn't. اوفا والله طلعت سهله يا استاذ، والله سهله يا اخوي، بس انت ركز فيها الله يرحم والديك اهو. طب اديني مثال، مثلا اقول علي، الواد علي صاحبي ده eats، بياكل مثلا shrimps، بياكل الجمبري، خلاص تمام. but ولكن his brother، ولكن اخوه ما بياكل الجمبري. طب اقول اخو ازاي؟ هنا الفعل اخره اس، ايوه تنفيها ب doesn't. but his brother
doesn't. طب ليش ما قلنا does؟ لان ما ينفعش اقول علي بياكل الجمبري ولكن اخوه برضه بياكل الجمبري، ايش هذا؟ ما تصير، لازم الاثنين عكس بعض. فهمت علي؟ علي eats shrimps but his brother doesn't، والعكس صحيح. لو قال لك مثلا علي، يلا علي تطفش بدنا، علي isn't clever، ما هو شاطر في المدرسة، الواد علي كسول. but his brother، طب اعمل ايه؟ اقول does، والله يقولون علي هطف. يا اخوي عندك is جاهزة، احنا فوق قلنا does عشان جالي فعل اخره is، نقول is نقول does، انما هنا is سهلة، يبقى تقول his brother is، خلصت يا اخوي، خلاص انتهت. يبقى علي isn't clever but his brother is، والعكس صحيح، علي is clever but his brother isn't. يبقى جات لك is خليها isn't. وصلت؟ سهلة يا شباب، والله سهلة. طيب تعال نشوف and. and ما فيش فيها نفي، يعني اللي قبلها زي اللي بعدها. ازاي؟ تعال نشوف ازاي. لما اقول لك مثلا احمد، بلاش علي بقى، علي طفش، نقول احمد المرة دي، احمد كوكس، احمد كوكس بيتزا، قاعد يسوي لنا بيتزا. and نواف، نواف ايش؟ and نواف ها does، من وين does؟ عشان احمد كوكس مش اخر اس، خلاص هتقول does. does to برضه بيعمل كده، يعني الاثنين قاعدين يسووا بيتزا. ايوه هناكل بيتزا اليوم كتير ما شاء الله. شفتوا كيف يا شباب؟ يبقى هنا قال لك اس وفي اند، اوعى تقول نوت على طول does. طب لو قال لك مثلا العكس، يعني ايش؟ عمل لك نفي، يبقى برضه اللي زيها نفي، الثانيه برضه لازم تكون نفي زيها. يعني اقول لك ايه؟ وي دونت لايك بيتزا اند ماي فريندز دونت ايذر. في عندك حاجه اسمها ايذر، ايذر معناها ايضا في النفي. امال احنا هنا قلنا ايه؟ تو معناها ايضا في الاثبات، هذه معلومه قديمه بارك الله فيكم، اخذناها في اولى ثانوي. يعني اقول مثلا اي دونت ايت فيش، انا ما اكل السمك. يا اخوي عنك ما اكلته، والله السمك نعمه. اند مثلا ماي فريندز، واصحابي اند ماي فريندز، اقول ايه؟ دونت ولا دونت؟ نفسها نفي مع نفي، اثبات مع اثبات، بس هنا ما اقولش تو، اقول ايذر. فوق قلت تو ليش؟ في المثال اللي فات طول معايا كده، هنا قلت تو اهو ليش؟ لان هو الجمله مثبته، بيقول لك احمد كوكس مثبته ونواف برضو داز، يبقى اقول تو. في الحاله دي تو صحيحه، لان تو معناها ايضا في حاله الاثبات، ايذر معناها ايضا بس في حاله النفي. يعني قال دونت، اي دونت ايت فيش اند ماي فريندز دونت ايذر، ما اقول ايش؟ تو. واضحه يا شباب؟ سهله، والله سهله. عندك الاكسرسايزز اللي عندك A، اكسرسايز A في صفحة 84، يقول لك ايه؟ نمبر 1 هما 6 جمل، did you remember؟ هتبقى اجابتها ايه؟ فاكر remember لما يكون فيها مهمة؟ قال له انت تذكرت انك تقفل الطاقة، في الحالة دي تو والمصدر، تو شوت، يعني تقفل الطاقة. ما ينفع، ما يصير اقول اي ان جي. he stopped not football after he hurt his knee. الثانية يقول لك توقف عن لعب كرة القدم، خلاص يبقى playing ing. ليه؟ لأن هو توقف عن عمل شيء، مش توقف عشان يسوي شيء. وصلت؟ if you haven't been 3، لو أنت ما كنت قادر عن أنك تجاوب ترد على المدير حقك على التليفون، maybe you should try، يجب عليك أن تحاول. try هيجي بعدها إيش؟ you should try sending him an email. sending him an email، لأن في هنا وسيلة، قال لك استخدم وسيلة، should try sending him an email. should try sending، يبقى الإجابة sending. 4 he will never forget his goal last. 4 فيها ماضي، يعني رقم 4 3 ing
sending. أربعة بدل فيها ماضي يقول لك last. last يبقى على طول افتكر ing scoring، ما تقولش to المصدر. forget ينسى و remember يتذكر، بتاخد ing لما تكون بتتكلم عن ذكرى في الماضي. don't forget me photos، اوعى تنسى ترسل لي الصور على الايميل، يبقى هنا دي مهمة task. يبقى to mail، to mail ما ينفعش mailing، to mail me. okay we regret informing you that your application، احنا ندمنا ان احنا قلنا لك الابلكيشن has been declined. we regret ها informing ولا to ها ولا to inform، احنا بنندم من الحاجه دي عملناها، يعني هم قالوا له بالفعل. ماشي يا بطل، يبقى في الحاله دي هتبقى اللي هي to والمصدر to regret. واضحه يا شباب؟ exercise b مقالي و exercise c اللي هي في صفحه 85 عندك do و does. تمام، هنكمل مع بعض صفحة 92 يا شباب اللي هو الفورم مينينج اند فانكشن، وبكده يكون قفلنا ان شاء الله على الوحدة الثانية او الوحدة السادسة في كتاب ميجا جول 3.2. يقول لك ايش الفرق بين البريزنت بيرفكت بروجريسيف، زمن اسمه بريزنت بيرفكت بروجريسيف. ايش الزمن ده يا استاذ؟ ده يا حبيب قلبي اسمه المضارع التام المستمر. ايش مضارع تام مستمر؟ ايوه يا اخوي، هذا معناه ان حاجه بدات في الماضي ولسه شغاله حتى الان، باقي ما خلصت. فهمت علي؟ يعني مثلا اقول لك ايش، والله يا اخوي انا دي لي ساعتين قاعد ادرس. ما شاء الله عليك عندك قدرات، هذا معناه انه هو بدا وما زال شغال بيدرس. فهمت علي؟ بيتكون من has or او have plus زائد been، هذه been شرط اساسي، زائد تصريف ثالث، والله عيب، لا زائد ing فعل يكون اخره ing. طب الزمن ده كيف افرق بينه وبين المضارع التام العادي؟ قال لك ان الزمن ده لازم يكون فيه الاهميه والتركيز كلها على مده حدوث الفعل، مده حدوث الايش الفعل. يعني مثلا اقول لك ايش، اي تاخد هاف، ماشي يا سيدي، ما قلت جديد، وبعدين اي هاف بين ستادينج، انا قاعد ادرس، انا قاعد ادرس، I have been studying for لمدة 2 hours، لمدة ساعتين. لو تلاحظ هنا اهم شيء عندي هو زمن حدوث الفعل، وفي for وبعدها مدة، يبقى على طول has been او have been والاي ان جي، ده اسمه مضارع تام مستمر. ولما اجي انفيه احط نط عادي والسؤال اعكس، يعني have you been كذا، she has been driving since early this morning، قاعدة تسوق من الصباح، يعني لسه توها بتسوق ولسه حتى الان شغاله بتسوق برضه ما خلصت. فهمت علي؟ طب ايش الدلالات والعلامات اللي تدل على الزمن ده؟ ركز معايا، علامات ولو شفت في الجمله هاو لونج، يبقى على طول دور على هاز بين والاي ان جي. هاو لونج بتسال عن المده، طول المده. لو شفت في الجمله فور وبعدها زمن، سينس وبعدها زمن، ياكد على الزمن مره. اول هنا مش معناها كل، معناها طول، طوال، طوال اليوم، طوال الأسبوع، all the day, all the week, all the month, all the year. وصلت يا جماعة الخير؟ يبقى how long for since و all دول شفتهم في الجملة has been و have been و ing، وانت مغمض عيونك من غير ما تفكر. طيب المضارع التام العادي بقى أستاذ اللي هو present perfect، هذا أبو كلب كلنا عارفينه، قديم كله عارفه، مغبر. present perfect بس simple يا خوي، ما هو progressive، يعني ما هو مستمر. ده يا جماعة هو مشكلته انه يشبه مره المستمر، والله يشبهه مره، نفس المعنى تقريبا، ذا سيم مينينج، بس اللهم ان الثاني اللي قلنا بينه الاي ان جي بياكد مره على مده حدوث الفعل او الزمن. ده بيتكون من هاز اور هاف بلس فيرب زائد التصريف الثالث على طول، ولا بين ولا اي ان جي. وتلاقي انه بيتكلم دايما ما يقصد الزمن، لا يقصد ايش سويت. يعني يقول انا قاعد اقرا هذه لساعتين، هذا اي ان جي. انما لما اقول انا قريت 10 صفحات، هذا هاف وهاز وتصريف ثالث مباشره. يعني اقول مثلا ايه، هاو ميني تايمز هاف يو ديسكاست، اقول مثلا واحد بيقول they have، العمال have painted، قد دهنوا يعني، they have painted three rooms، قد دهنوا ثلاث غرف حتى الان. هل انا قلت استغرق وقت قديش ولا ادلهم قديش بيشتغلوا ولا يهمني، فعشان كده قلت هاف والتصريف الثالث، ما قلت اي ان جي ولا بين ولا شيء. وضحت يا اخوان؟
بالله سهلة. طيب هذا هو كان آخر قاعدة في الوحدة الثانية عندك في الكتاب، وإن شاء الله انتظروني مع الوحدة الثالثة والرابعة في القريب العاجل بإذن الله. وطبعا القناة لا تنسوا أنك تدخل على قوائم التشغيل، تكتب كده الإنجليزية شكل مختلف، هذا اسم القناة، تفتح لك القناة، لا تروح على الفيديوهات، مرة الفيديوهات فوق 400 فيديو ولا 500 فيديو ما أدري، روح على قوائم التشغيل، اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي قائمة بعنوان شرح منهج ميجا جول 3.2 مع المراجعات، في كتاب الطالب وكتاب النشاط وشرح القواعد والمراجعات كل وحدة لحالها وكله. وركزوا لأن الوحدتين اللي جايين جداد، الوحدة الثالثة والرابعة أصلا كانت منهج اختياري فجديدة عليكم، فالله يوفقكم يا رب، يكتب لكم التوفيق، ولا تنسونا من صالح دعائكم ودعم القناة على الجروبات. باي باي، هاف ا نايس داي.